مباشرة لنقل وقائع افتتاح وانطلاق فعاليات المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية أدكس 2021 بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، والذي يستمر على مدار 4 أيام بحضور أكثر من 400 شركة عارضة تمثل 42 دولة. ويتوقع للمعرض أن يحضره أكثر من 30,000 زائر على مدار الأيام من اليوم الاثنين وحتى الخميس. استطاعت النسخة الأولى من المعرض في عام 2018 أن ترسل رسالة حقيقية وقوية إلى العالم عن مدى التقدم التكنولوجي الذي استطاعت مصر أن تصل إليه في مجال الصناعات الخاصة بالأسلحة المتطورة والصناعات العسكرية عامة، وأن مصر دولة آمنة قادرة على العمل على كل ما يخص أمنها وأمانها بصورة حقيقية في هذه المرحلة. ترى إلى أي مدى يعكس معرض العام هذه الفكرة ويقويها وينميها؟ دعونا نبدأ الحوار. معنا عبر الهاتف معالي اللواء نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق. سيادة اللواء أهلا بك. أهلا وسهلا. بأي قدر تأتي نسخة هذا العام من أدكس محفزة ومقوية لفكرة قدرة مصر على حماية أمنها وأمانها بشكل حقيقي؟ يعني احنا شفنا دلوقتي اثناء مرور السيد رئيس الجمهوريه على المعرض، شفنا حجم التصنيع الحربي المصري المشارك اللي هو حوالي 15% من المعروضات اللي في المعرض ده من الانتاج المصري. نعم. عارفين ان في 400 شركه من 42 دوله، فلما يبقى ليا انا حجم يساوي 15% منهم معروض، واحنا شفنا قد ايه عندنا من اول صناعه الطائرات سواء كانت طائرات تدريب او طائرات الموجهه بدون طيار او عمليه الصيانه اللي احنا بنعملها والعمره اللي بنعملها للطائرات سواء كانت هليكوبتر او لطائرات اخرى. وكل ده طبعا كنا حلم بالنسبه لنا ان احنا على الاقل نعمل عمره الطائرات عندنا بدل ما بنتكلف يعني مبالغ طائله. ويبقى احنا شفنا قد ايه لما كان في 2013 وكان لنا طيارات بتعمل لها عمره في الولايات المتحده راحت حجزها عندها وهي بتاعتنا وراحت تعمل لها عمره صيانه. اذا لا احنا عندنا النهارده هذه الامكانيه، لدينا بنصنع في كل الاسلحه سواء كانت قوات بريه او قوات بحريه. شفنا التقدم الكبير في التصنيع في القوات البحريه، ايضا في المعدات الدفاع والتامين. شفنا انظمه التامين لحدودنا سواء كانت بالنسبه للرادارات الارضيه بالنسبه للكهروبطاريات. شفنا شركتنا اللي هي الشركه العربيه العالميه واحدث انتاج ليها اللي بيضارع احدث الانتاج في العالم كله. احنا النهارده بنعرض منتجات في منها اللي هو مصري 100% وفي اللي مصري وفي مشاركه 20% اجنبي وفي يمكن اكثر شويه. واحنا حريصين على ان باستمرار هيبقى صناعنا اكبر قدر من التصنيع مصري. شفنا في الجناح الكوري ادي الهاوزر 155 وده من اكبر المدفعيات المتحركه ذاتيه الحركه اللي ان شاء الله هنصنعه عندنا كاملا بخبرات او بايدي مصريه 100%. احنا بننفرد في بعض الحاجات اللي ممكن الدول الكبرى مش بس الدول الصغرى هي تشتريها منا، زي العربيات المدرعه الجديده اللي احنا عاملينها دي من احدث المركبات اللي في العالم، واجهزه التامين اللي فيها واجهزه التوجيه واجهزه المراقبه والتنفيذ. لا احنا في حاجات فعلا ابتدينا بنتخصص فيها لينا بصمتها اللي هيبقى لها سوق في سوق منتجات الدفاع، اللي زي ما بقول ليست فقط الدول الناميه هي اللي هتسعى الينا، لا ده هذه المعدات منتظر جدا ان دول كبرى تاخدها من عندنا. فالحمد لله احنا النهارده بنقول هذه الاطلاله للصناعات المصريه وسط هذا الزخم من الصناعات المتقدمه على مستوى العالم، ده بيرسل رساله نقول في البدايه رساله طمانه للشعب المصري والعربي ان لدينا القدره على ان نمتلك سلاحنا، ان نمتلك معداتنا. صحيح مش هنقدر نمتلكها بنسبة 100%، انما اهو احنا ابتدينا بقوه
وان شاء الله رب العالمين بنزود امتلاكنا، بنزود قدراتنا. ايضا رساله ردع الى كل من يفكر في تهديد امننا القومي او تربنا الوطني او مصالحنا، اننا نمتلك القدره على حمايه امننا وانزال عقاب رادع لمن يفكر في تهديد امننا في اي وقت من الاوقات. سياده اللواء، ادكس 2021 هو النسخه الثانيه لهذا المعرض الذي كانت نسخته في الاولى في عام 2018. من وجهه نظرك، ما هو تقييم هذا المعرض مقارنة بالمعارض الأخرى التي تقام بنفس الكيفية حول العالم، كيف تراه؟ شوفي، يعني الحمد لله هذا الكم من المعروضات، يعني أنا لو رحت الولايات المتحدة، رحت المملكة المتحدة، في بريطانيا، في فرنسا، في دول كتير حضرنا فيها معارض سلاح، لا احنا عندنا في زخم كبير، كل هذه الشركات 400 شركة عالمية من أكبر الشركات المتطورة على مستوى العالم بتعرض عندي النهارده. أنا النجاح اللي أنا عملته معرض، وده كان أول نسخة في 2018، هو أحسن دعاية اتعملت لمصر وأحسن دعاية ومقدمة لمعرض إيدكس النسخة الثانية اللي هي 2021. الشركات العارضة زادت، الدول زادت، المنتجات زادت، الحاجات الأكثر تطورا، مصر دخولها كان أكبر وأقوى. فإذا لا، السنة النسخة الأولى كان 10,000 زائر، النهارده 30,000 زائر وقابلين للزيادة. احنا النهارده المعرض فيه 400 شركه، ده محتل المكان 100%. لو في اماكن اخرى كان ممكن تزيد شركات اخرى، فهذا نجاح لمصر. مصر بلد الامان اللي العالم كله النهارده عمال بيقفل حدوده وبيقفل مطاراته. لا، ده انت شايفه ادي العرض عندنا شكله ايه. قبل كده كنا بنعمل المؤتمرات اللي عندنا، بنعمل حاجات كتير، العالم كله بيسعى الينا وبيجي لنا هنا. وهذا المعرض بهذا الكم وبهذا الزخم هو خير دليل على امن وامان مصر، سواء كان من الامن ضد اي اعمال ارهابيه او اي اعتداءات، ثم الامن الصحي الحمد لله والتامين الصحي بتاعنا، اللي بنقول اللي في الوقت اللي العالم بتقفل مطاراتها ومواميها، احنا الكل بيجي لنا. وان شاء الله يا رب مصر تظل امنه مدى الظهر باذن الله، لان في جهد بيتبذل، في قرار سياسي، في اراده أن نمتلك قدراتنا. ودي امتلاك قدراتنا دي كانت حلم لينا من زمان، إن احنا نصنع سلاحنا. لا صحيح، مش هنصنع السلاح كله، بس على الأقل نقول إيه، احنا بدأنا وبدأنا بقوة. نعم. واللي احنا شفناه بالتأكيد سيادة اللواء هي نقلة حقيقية كانت تنتظرها مصر، تم الحصول عليها بجهد كبير وإصرار من الحكومة المصرية في المرحلة السابقة. سيادة اللواء ناصر سلم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، شكرا لك على المداخلة وما أبديته من وجهة نظر. مشاهدينا، اسمحوا لنا باستعراض كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في سياق افتتاح المعرض، ثم نعود إليكم مرة أخرى لمواصلة الحوار. أهنئ على افتتاح هذا المعرض أيكس. الحقيقة الحضور ضخم وبيعكس قوة كبيرة جدا جدا للتواجد، وأيضا للتنظيم، وأيضا لحجم وقدرة الشركات اللي هي موجودة معانا هنا في هذا المعرض. يعني بتمنى لكم التوفيق وأتمنى لكم إقامة طيبة في مصر في هذا الوقت من السنة. يعني مشاهدينا، بينضم إلينا في الحديث حول معرض إيدكس في نسخته 2021 سيادة اللواء دكتور سمير فرج، مدير إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة سابقا. سيادة اللواء، أهلا بك. أهلا بحضرتك وكل السادة المشاهدين. نعم سيادة اللواء، نحن أمام أكثر من 400 شركة تشارك في إيدكس 2021. البعض يتساءل، هل كل هذه الشركات قادمة لعرض أسلحة مختلفة متنوعة، أما أن هناك مجالات يمكن أن تكون عسكرية وفي جوانب أخرى منها مدنية مختلفة يمكن أن تكون مشاركة بها؟ طبعا زي ما حضرتك قلتي، معظمها بيبقى الشق العسكري، وهناك بعض المجالات قد تكون في الشق المدني. ولكن اللي يهمنا هنا السؤال اللي بيطرحه الشارع النهارده، مصر هتستفيد ايه من اقامه مثل هذه المعارض؟ نعم، اولا المعارض دي يعني ده ثاني معرض يتعمل في مصر، وبتبقى فرصه اولا، لان المعارض الكتير اللي بتتم في العالم لما بتيجي نتابعها بتطلع عناصر قليله من مصر انها تساعد هذه المعارض وتتعرف على احدث ما هو موجود في البريطانيا العسكريه في العالم. النهارده المعارض دي كلها بتيجي عندك هنا، زي ما انت قلت كام شركه جايه،
بمعداتها باحدث ما تملكه في التركان البحري. فعندك الناس المتخصصين في مجال التسليح في القوات المسلحه تبقى لهم فرصه بالكامل يشوفوا هذا الموضوع. حاجه ثانيه، الصناعه العسكريه بتاعتنا، المصانع الحربيه، الناس اللي شغالين في التصنيع والتطوير تبقى لهم فرصه كلهم ايضا انهم يروحوا يشوفوا ما هو الجديد في الترسانه او في التصنيع الحربي في العالم. الحاجه الثالثه بقى، طلبه الكليات العسكريه وضباط القوات المسلحه، مش متخيله انا وانا اول مره اشوف معرض عسكري كنت رائد وانا بدرس في انجلترا، النهارده طالب في الكليه الحربيه والكليه الفنيه او الدفاع الجوي بيروح يحضر ويشوف العالم فيه ايه ويتعرف على الدنيا فيها ايه بره. ثم الضباط الاصاغر اللي موجودين، كل الناس بدل ما تفرهم بره هم السلاح والتطور جاء عندهم لحد هنا. فاعتقد دي استفاده كبيره بالنسبه للقوات المسلحه. الحاجه الثانيه، انت بتسوقي سلاحك، انت عندك النهارده قاعده صناعيه عسكريه عظيمه وكبيره. وحقيقي من يوم ما تولى الرئيس السيسي اعطى المصانع الحربيه دفعه كبيره جدا، والله يرحمه اللواء العطار قام بجهد كبير، لان المصانع دي معظمها ما خدتش التطوير اللازم منذ انشائها في عهد الرئيس عبد الناصر. جاء الرئيس السيسي وامر بتطويرها وقام بجهد كبير اللواء العطار، بدليل ان بعد ما توفاه الله سياده الرئيس رآه الى رتبه الفريق. فعشان كده النهارده انت عندك منتج كويس بتعرضيه للدول دي كلها عشان تشتريه. انت النهارده عندك 40 ما بين وزير دفاع او رئيس اركان او حد مهم في كل الدول جاي يشوف سلاحك، خاصه احنا اخذنا النو هاو من العالم الغربي وحطينا عليه البصمه بتاعتنا في حرب اكتوبر 73. فانت عندك منتج متميز. الحاجه الثانيه، العماله عندنا بتبقى ارخص من العماله اللي موجوده في اوروبا، فبالتالي هيكون السلاح بتاعك الى حد ما في رمز كويس، وده ينفع دول العالم الثاني. اخر حاجه بتقول بقى ان هذا المعرض بهذا القدر الكبير من الزوار والاسلحه والمعدات بيتم في مصر رغم كل جائحه الكورونا اللي بتتم في العالم، فبتقول ان مصر امنه، مصر ما فيهاش ارهاب، مصر فيها استقرار، الناس دي شايفه بلد عظيمه متطوره. فاعتقد ان هذا المعرض بيكون فتاة خير لمصر، اعتقد انه حاجه كويسه جدا ومشرفه للعسكريه المصريه. دكتور سمير، ما نقدمه في مصر في من خلال هذا المعرض كمنتج محلي في مجال التسليح مقارنه بدول صناعيه اخرى كبيره لها باع طويل وتاريخ في هذا المضمار، كيف تراه وكيف تصح المقارنه من وجهه نظرك؟ المقارنه مش هنخش على الحاجات الكبيره زي مثلا طيارات اف 16 او الميراج او الرافال، انما هنتكلم في الاسلحه التقليديه العاديه. احنا اخذنا النو هاو من الناس دول زي ما قلت لك من شويه، صورنا المصانع لانها ما اتطورتش من ايام ما انشئت من ايام عبد الناصر، اتطورت تطوير كبير. فانت طورت مصانع كبنيه اساسيه، خدت النو هاو، حطيت البصمه بتاعتك بتاعت حرب اكتوبر. يا جماعه احنا دوله اسرائيل، احنا الدولتين اللي في العالم اللي حاربوا بقوات واشتركنا، وكل ضابط فينا او قائد عارف حارب السلاح وكان ايه اللي ناقصه عشان نطوره، احنا زودناه. لما تيجي تعرضي الخبره بتاعتك دي كلها، وزي ما قلت لحضرتك انك هتلاقي ان السلاح بتاعنا هيبقى ارخص نسبيا من باقي الاسلحه الثانيه اللي في الدول دي. فعشان كده تبقى فرصتنا كبيره ان شاء الله ان احنا هنقدر نسوق السلاح المصري، ولو سوقنا نقدر ننتج اكثر ونطور اكثر. وعشان كده دي احد الاهداف الرئيسيه لهذا المعرض. نعم دكتور سمير، الاهتمام بالتصنيع المحلي باي قدر بيعطي افق في هذه الصناعه من وجهه نظرك؟ لا، بيعطي افق كبيره جدا، انك ما تعتمديش على حد وتبقي معتمده على نفسك. النهارده انا فاكر واحنا في حرب 73 كانت الذخيره بتاعتنا، ما انت مهما كان حولتي وحوشتي بتيجي فتره ممكن تخلص وتضطري تمدي ايدك لدوله ثانيه تقول لها والله هاتيلي ده انا مزنوقه في الحرب. لا، انت عندك المصانع بتاعتك النهارده بتطلع السلاح والذخيره بالذات. وعشان كده انا بهتم دايما بتصنيع الذخائر، لانها اثناء الحرب بتديكي كفايتك ومطالبك، يبقى عندك نقول ستورج او تخزين كامل. العالم كله بيقول لك الحرب التقليديه ممكن تاخد 14 ل 16 يوم، انا بدل ما عندي مصانع ممكن تبقى عندي 20، تبقى عندي 25 يوم. فعشان كده هذه الصناعات احد نقول ركائز الامن القومي المصري،
لا قدر الله في اي معارك قادمه بتقدر تخلي مصر داخله اي حروب وهي امنه مستقره بالتامين الذخير بالذات الذخيره للقوات المصريه. نعم. دكتور سمير فرج، هذا المعرض وغيره من الأنشطة التي تمارسها مصر مؤخرا بقوة في مجال التصنيع على اختلافه وتنوعه يطرح فكرة اشتغلت عليها وعملت عليها الحكومة المصرية بشكل حقيقي، وهي فكرة نقل التكنولوجيا أو كما يقال عليها نوهاو، باشتراطاتها في كل عمليات نقل التكنولوجيا إلى مصر بشكل حقيقي من أجل تعلم العامل المصري أو الصانع المصري لكيفية عمل هذه الصناعة بشكل حقيقي لا أن يصبح مستهلكا فقط. إلى أي مدى الدول تسمح بذلك في مجال صعب مثل مجال الأسلحة؟ بشكرك على هذا السؤال الرائع. مصر لما تيجي تشتري سلاح دلوقتي بتقول لك لا احنا مش هشتري منك بس، أنا عايزك تديني النوهاو عشان أصنع. وأبسط مثال على كده الفرقاطات المصرية الفرنسية والإيطالية التي تصنع في الترسانة البحرية في الإسكندرية. فدي مهمة جدا، أنا مش جاي أشتري منك سلاح ولو مش عايز شكرا، في دولة ثانية هتديني النو هاو، وده اللي إحنا عملناه. ودي شطارة مصر، مش أنا أروح أشتري سلاح بس، لا أنا أشتري سلاح والنو هاو، وزي ما اشتريت من إيطاليا 2 فرقاطة بصنع 2 فرقاطة في إسكندرية. برضه من فرنسا نفس الكلام. وعلى فكره الدول اللي بتيجي برضه تشتري مننا سلاح بتقول لك برضه اديني، الدول الافريقيه بالذات اللي هي البسيطه بتقول لك اديني وماله، نديها النو هاو ونشارك سوا ويبقى ليا عليا فضل مع هذه الدول انها مرتبطه بيا، ودي احد السياسات المهمه. فعشان كده السؤال حضرتك مهم جدا وهايل. احنا فعلا مش بنشتري بس، احنا بنشتري وبنطور وبناخد النو هاو، واحنا عندنا خبره. احنا في حرب 67 طورنا الميج 21 وحطينا خزانات اضافيه بالمهندسين المصريين بتوعنا، فلا شك ان هذا الكلام هيدي اضافه كبيره لمصر في الفتره القادمه. دكتور سمير، مصر انفتحت في السنوات الأخيرة في عملية استيراد السلاح والحصول عليه على دول كثيرة، ولم يعد هناك مصدر أحادي للحصول على السلاح. ما هي الدول التي يمكن أن ننفتح عليها مستقبلا في نفس التوجه ونفس الإطار؟ بصي، أنا دايما بقول في كل لقاءاتي أن الرئيس السيسي حقق لنا حلم قبل كده، وهو تنوع مصادر السلاح. احنا قعدنا 40-45 سنة ناخد السلاح الأمريكاني فقط، كنا طبعا مضطرين لهذا الكلام لان كنا بناخده من المعونه الامريكيه في هذا المجال، ما كناش عاوزين نحمل الشعب تبعات شراء اسلحه جديده. انما دلوقتي لا، الدنيا اتغيرت واحنا لازم ناخد السلاح اللي يناسبنا وينافس ويحقق مطالبنا الدفاعيه. طياره عايزه توصل للاتجاه الفلاني للعمق الفلاني، يبقى اخد الطياره اللي تناسبني واشتريها من الحته اللي انا عايزها، الدبابه وخلافه. فعشان كده كان قرار الرئيس السيسي بتنويع مصادر السلاح حاجه اسعدتنا كلنا في القوات المسلحه، لان مش معنى كده ان امريكا سلاحها وحش، لا كويس، بس انت عايز الاحسن اللي يناسبك من ناحيه التكنولوجيا، من ناحيه تنفيذ المهام القتاليه. فاللي بتقوليه حضرتك ده سليم جدا، احنا نوعنا مصادر السلاح وبالتالي عدت فرصه تنقي الحاجه اللي انت عايزيها، ما تخشيش سوبر ماركت واحد تاخد منه، لا ده انت تشوف اللي جنبه واللي جنبه، ده عنده جبن احلى، ده عنده حلاوه احسن. انا بتكلم ببساطه للمواطن المصري. فاحنا النهارده بناخد احسن ما في السوق، اجود ما في السوق، ارخص ما في السوق، ويحقق لي المهام القتاليه المطلوبه من القوات المسلحه المصريه. نعم، سيادة اللواء دكتور سمير فرج، مدير إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة سابقا، أشكرك على هذه المداخلة وما أبديته من وجهة نظر معنا في هذه التغطية حول معرض إدكس 2021 في نسخته الثانية. مشاهدينا، اسمحوا لنا باستعراض آرائكم المختلفة التي أوردتموها إلينا عن افتتاح المعرض اليوم وأهميته من وجهة نظرهم من خلال التعليقات التالية التي سوف تعرض على الشاشة. هناء محمد: التواجد الضخم وحجم الشركات المشاركة في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية إيدكس 2021 يعكس أهمية المعرض الاستراتيجية. الحسيني عمار أحمد: في اعتقادي أن هذه الفعاليات لها دلالات وفوائد جمة، فمن ضمن دلالاتها الأمن والأمان الذي أنعم الله به على مصرنا الحبيبة بعد أن استلم راياتها الرئيس السيسي، الذي جعل من مصر أكبر جاذب لمثل هذه الفعاليات
بعد أن نجحنا تحت قيادة سيادته في وضع مصر على خريطة هذه الفعاليات العالمية، بل وضمن نجاحها كسابقتها التي أقيمت على أرض مصر لتصبح أكبر دعاية لنا في سباقنا نحو الحصول على شرف إقامتها على أرض مصر. أما الفوائد فحدث ولا حرج، ومن ضمنها على سبيل المثال لا الحصر الاطلاع على أحدث ما توصل إليه العالم في مجال أسلحة الدفاع ومقرراتها بما وصلنا إليه اليوم من أجل مواكبة كل ما هو جديد. نهد عبد الفتاح، المعارض الصناعية فرصة للتطوير والتعاون من أجل جودة أكبر وتكلفة أقل ونقل كل ما هو جديد في صناعة كل آلة وتطوير الخامات والمنتجات، والمشاركة الكبيرة تدل على أهمية المعرض والعائد منه، وتبرز التنوع الكبير في المعروضات وتعطي ثقلا كبيرا للمعرض وللدولة المصرية في العالم أجمع. وتطور الطبيعي للمعرض أن ينتج عنه الكثير من المشروعات الصناعية للعارضين، فيجب أن تكون مصر من أكثر الدول جذبا لتلك المشروعات بتوفير الخامات والمدن الصناعية التي يتوافر بها كل ما يريده من يملك القدرة في التصنيع الجيد والمشترك. لذلك يجب عرض تلك المزايا في معرض على هامش المعرض مثل الخامات والمدن والنقل والطاقة والقروض والإجراءات الإدارية، وذلك فيما تحتاجه الدولة من منتجات للداخل أو للتصدير للخارج. قبيس القاضي، مصر محور اقتصادي استراتيجي مع جميع دول العالم، تتمتع بثقل سياسي واقتصادي في المنطقة، ولها تاريخ في الصناعات الحربية وهو ما يمنحها الثقل العالمي الحربي، وتمتلك منظومات صواريخ باسم مصر وصناعة مصرية بالتعاون مع كبرى الشركات والهيئات الدولية في قطاع الصناعات العسكرية. أيمن رمضان، 400 شركة عالمية من 42 دولة من دلالات هذه المشاركة الواسعة في معرض إيدكس 2021 التي تدل على تعظم قدرة الدولة المصرية على بسط الأمن والسلم مع نجاحها في القضاء على الإرهاب والتعاطي ناجح مع جائحة كورونا التي ما زالت تعوق تنظيم فعاليات دولية بعدد من الدول الكبرى، والوقوف على أحدث التكنولوجيات ومنظومات التسليح والتأمين لتلبية احتياجاتها، وحضور قوي من رواد الصناعات العسكرية والدفاعية بمختلف بلدان العالم. عودة مشاهدينا للحوار، معنا عبر الهاتف الأستاذ محمد عز الدين نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام. أهلا بك أستاذ محمد. أهلا بحضرتك فندم، ونجيل للأخبار. ما الجديد الذي تلبحه في النسخة الثانية من إيدكس في عام 2021 مختلف ومتطور عن الدورة الأولى في 2018؟ بالطبع هناك العديد من الاختلافات الهامة. أولا حجم المشاركة الكبيرة سواء على مستوى الدول المشاركة أو على مستوى العارضين والشركات. على المستوى الثاني نوعية المعروضات المعروضة سواء في الأجنحة الكبرى للدول أو من جانب الشركات والتقنيات. هذا العام عام المفاجأة، عام ظهور تقنيات وأسلحة مصرية جديدة، الطيارة المسيرة الدرون، الطيارة سواء طائرات الهدف أو الاستطلاع أو طائرات العمليات. هذا تطور نوعي كبير في الصناعات العسكرية المصرية ومفاجأة سارة. أيضا مستوى الصناعات سواء على مستوى السيارات المجهزة والمدرعة، أيضا التقنيات المستخدمة للكاميرات الحرارية والرؤية الليلية، بالإضافة إلى منظومات التحكم الجديدة، بالإضافة لأنظمة الدفاع الجوي سواء الذاتية منها، بالإضافة إلى المشاركة مع دول صديقة وشقيقة، وهناك المزيد سيتم الإعلان عنه فيما يخص توقيع بعض الاتفاقات سواء للتعاون أو للتصنيع المشترك. معرض هذا العام على الرغم مما مر به العام الماضي وتوقف الحركة على مستوى التنظيم الدولي للكثير من الأحداث، إلا أن استضافة مصر لهذه الدورة من معرض إيدكس للصناعات الدفاعية والعسكرية يدل على اهتمام المنطقة بالتحديات المتعددة سواء على مجال مكافحة الإرهاب أو السعي للتواجد على الساحة ضمن المنظومة العسكرية. أيضا هذا المعرض يعرض بقوة مدى التقدم الكبير الذي وصلت إليه الصناعات العسكرية المصرية سواء المخصصة للدفاع والأغراض العسكرية أو حتى المخصصة للاستخدامات الأخرى سواء
الحفظ الأمن والإطفاء والحرائق أو للنقل والاتصالات والمواصلات أو لوسائل التواصل الحديثة للمراقبة والتتبع الذي يمكن استخدامها في شركات النفط والبترول والمشروعات الجديدة والقومية. هذا الحدث يدعو للفخر ويدعو للأمل في المستقبل أفضل لمستوى التصنيع العسكري وأيضا للأغراض المخصصة للمدنية والصناعة المصرية والاقتصاد المصري بشكل كامل. أستاذ محمد، مصر بالأساس بلد زراعي أو كذا كانت تصنف لأمد طويل، كيف ينظر إليها الآن مع دخول فكرة النشاط الصناعي بشكل كبير ومدى قدرة مصر على الاعتماد على الناتج الصناعي في هذه المرحلة كبلد يتجه نحو صناعة حثيثا بشكل حقيقي؟ بكل تأكيد مصر تضيف الجديد في الصناعة بشكل كبير بعد البدايات التي بدأت عقب ثورة سنة عام 52 ثم ثورة 30 يونيو، وهي الفترة التي تولى بعدها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. هناك اهتمام كبير بالصناعة بشكل متزايد ومتنامي، ليس فقط على مستوى إنشاء المصانع ولكن أيضا الصناعة النوعية التي تستهدف تقديم التكنولوجيات الحديثة والحلول، وأيضا تدخل بشكل كبير ضمن منظومات الحماية الاجتماعية عبر تشغيل مئات الآلاف من الأيدي العاملة وفتح أسواق جديدة وتخدم العديد من القطاعات، ليس فقط الصناعة والزراعة ولكن أيضا التجارة وبشكل عام التوظيف والاقتصاد القومي. نعم، أنا أشكر حضرتك أستاذ محمد عز الدين نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام على المداخلة وما أبديته من وجهة نظر معنا في هذه التغطية. مشاهدينا، نقلنا لكم على الهواء فعاليات افتتاح معرض أتاكس 2021 في نسخته الثانية، وكانت هذه تغطيتنا عبر شاشة النيل للأخبار لفعالية افتتاح المعرض. شكرا لكم.